راجل طيب كده وحالته متوسطه، يعني ولا غني ولا فقير. كان ليه مراته صعبه قوي، بخيله ولسانها طويل. كان عنده 3 ولاد منها، كان صابر عليها علشان ولاده، كان على طول بيدعي لها بالهدايه. الراجل ده كان ساكن في الارياف، والبيوت في الارياف طبعا كلنا عارفين ان هي لازقه في بعضها، والناس كلها عارفه بعضها. لما قرب العيد الكبير، الراجل كان بيشتغل بايده واسنانه علشان يعرف يجيب خروف للعيد علشان يفرح ولاده ومراته، وفعلا ربنا كرمه وعرف يجمع حق الخروف قبل العيد بكام يوم. فخد بعضه وراح للسوق علشان يشتري خروف. خروف حجمه كبير، فروته كبيره، وكان بيقول في نفسه الخروف ده هيفرح ولادي، ويا رب يملى عين مراتي، ربنا يهديها. بس هو رجع من السوق لقى في طريقه راجل عجوز واقع على الارض وشكله بيطلع في انفاسه الاخيره. فقعد يبص حواليه على طول الطريق، ما لقاش اي حد. قعد يفكر انا هعمل ايه. فسحب الراجل سنده على جذع شجره وقال له انت بيتك فين؟ قال له اخر الطريق ده. الراجل قعد يبص حواليه لقى ولد صغير، ناداله، فالولد جاله على طول، فطلب منه ان هو ياخد الخروف ده يوديه لبيته. وصف له البيت كويس، والولد فعلا خد الخروف علشان يوديه البيت، والراجل الطيب شال الراجل العجوز على كتفه وصله لحد بيته، والولد الصغير راح لبيت الراجل الطيب، بس ما كانش متاكد من البيت بالظبط، فغلط وخبط على جيرانه واداهم الخروف وقال لهم اتفضلوا الاضحيه دي ليكم، من غير ما يقول لهم مين صاحب الخروف او مديهولهم بمناسبه ايه. بس كانوا جيران الراجل الطيب ده ناس فقراء، ما حالتهمش اللقطه زي ما بنقول، وما كانش معاهم اي حاجه، والعيد داخل عليهم. فطبعا الراجل الفقير خد الخروف وما كانش مصدق، لان العيد داخل عليه واولاده قاعدين زعلانين. افتكر ان حد بعت له الخروف ده يعني كاحسان. اولاد الراجل الفقير فرحوا لدرجه لفتت انتباه مرات الراجل الطيب اللي لسانها طويل دي، فقعدت تبص من الشباك وحواجبها دخلوا في بعضهم وبتسال نفسها الناس الفقراء دول جابوا الخروف ده منين؟ جابوا فلوسه منين؟ والحقد والغل كانوا باينين جواها، مستكتره خروف على جيرانها الفقراء. الراجل الطيب رجع للبيت بتاعه، كان تعبان جدا، كان متوقع ان هو هيلاقي ولاده ومراته فرحانين بالخروف، بس دخل لقى البيت هادي، ما فيهوش اي صوت. طبعا خرجت مراته عليه زي الصاعقه وهي غضبانه صوتها عالي، وبتقول له تصدق جيراننا الكحيانين دول جالهم خروف كبير النهارده؟ يا ترى جالهم منين؟ وهم قاعدين يرقصوا وفرحانين وجعوا لنا دماغنا ولسانها ما بيقفش. طبعا الراجل الطيب جوزها ما كانش عارف يقول ايه لما عارف الغلط اللي حصل. الراجل قاعد يفكر والموضوع كان صعب. لما مراته بصت له وقالت له امال فين الاضحيه بتاعتنا؟ رد عليها وقال لها هتيجي ان شاء الله انا مستنيه، وقعد شويه. بعد كده خرج من البيت، راح لجاره الفقير وقال في نفسه اكيد الراجل هيفهم الغلط اللي حصل، فخبط على الباب. خرج له جاره الفقير واول ما شافه خده في حضنه وكانت عينيه مدمعه من كتر الفرحه، وهو بيقول له تصدق ربنا كريم قد ايه وعوضني وفرح ولادي ومراتي الطيبه الغلبانه بخروف حد بعتهولنا، يا ما انت كريم يا رب. الراجل الطيب اتكسف يقول له على الغلط اللي حصل، وما رضيش يكسر بفرحه الراجل ومراته واولادهم، فقال له ربنا كريم وانت تستحق كل خير في الايام الجميله دي. وخرج الراجل الطيب من عند الراجل الفقير مش عارف يروح فين. خرج وهو مقرر خلاص ان هو هيسيب الخروف ده للناس دي ابتغاء لوجه الله، وما قالش لجاره على اي حاجه ولا عارف ان هو صاحب الخروف. وهو بيتمشى وصل لبيت الراجل العجوز اللي كان شاله من الطريق، فخبط على الباب علشان يطمن عليه، فلقى ابنه هو اللي فتح له. قال له والدك عامل ايه دلوقتي؟ ابن الراجل العجوز قال له هو انت الراجل اللي انقذت ابويا؟ اتفضل اتفضل. والراجل العجوز قعد يشكره واقسم عليه ان هو يقبل هديته اللي هي كانت عباره عن عجل كبير قوي. الراجل ما عرفش يقول ايه وقعد يقول له لا انا عمري ما هقبل الهديه دي، بس الراجل العجوز هو وابنه اصروا ان هم يدوا له العجل وحلفوا عليه ان هو ياخده. طبعا الراجل الطيب خرج ما كانش مصدق، ودموعه نزلت من عينيه وعارف ان ربنا رد له اللي هو عمل، بس كرم ربنا طبعا اكتر بكتير. الراجل ساب الخروف لوجه الله، ربنا عوضه بعجل كبير. هو جزاء الاحسان، الا الاحسان لما تيجي تعمل خير اعمله بكل صفاء نيه ان هو لوجه ربنا، لان في ناس بتعمل الخير بنيه ان الناس تقول عليها انها بتعمل خير، او مثلا ان هو بيعمل الخير ده علشان جاي من وراه مصلحه. اعمل الخير لوجه الله وربك هيعوضك بالخير ده اضعاف مضاعفه. عايز ربنا يفتحها عليك طلع فلوس لله، ربنا بيختبرك بالفلوس اللي في ايدك، اشكره على كل نعمه وما تبخلش على حد، لان المال اللي في ايدك مش مالك انت، ده مال ربنا وهو بيديه للي يستحق. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.